السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الإمام ابن مالك وما مكانته العلمية وما مذهبه النحوي؟ ما أثار ابن مالك العلمية وما أهمية كتبه الكافية الشافية الألفية، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، وشواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح وغيرها، وما منهجه وأسلوبه في تأليف تلك الكتب؟ سنناقش إذا ذلك مشاهدينا الكرام في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان ابن مالك إمام النحاة وحافظ اللغة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع ابن مالك إمام النحاة وحافظ اللغة. نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية. حياكم الله، مرحبا بكم أستاذنا. حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا مشاهدينا بضيفنا عبر سكايب من تونس، الدكتور شكري الشريف، الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للغات التطبيقية في باجة. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. إذا نبدأ دكتور حمدي، حدثنا بدأ عن ابن مالك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وبعد. ابن مالك هو أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك، نسب لجده لشهرته مالك. الطائي نسبا، الجياني منشأ نسبة إلى جيان مدينة بالأندلس، الدمشقي إقامة ووفاة. يختصره بعضهم فيقول محمد بن مالك اكتفاء بالمشهور، كما ذكر هو نفسه في ألفيته قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي ربي الله خير مالكي. نعم، اختلف في سنة ولادته، لكن الراجح أنه ولد سنة 600 من الهجرة. بدأ دراسته في بلده بحفظ القرآن الكريم ودراسة القراءات القرآنية والنحو والفقه على مذهب الإمام مالك. أخذ العربية والقرآن بجيان عن ثابت بن حيان اللبلي، وذكر ابن مالك ذلك لتلاميذه، ثم رحل إلى بلاد المشرق بين عامي 25 و600 و30 و600، ويعني ذهب إلى دمشق وحلب وحماة وتلقى العلم على علمائها، وألف وصنف ودرس واستقر به المقام في دمشق، يعني وعمل إماما أو عمل بالتدريس في الجامع الأموي والمدرسة العادلية الكبرى بدمشق، وعين إماما لها، وكان أكثر ما يلقيه على تلاميذه النحو. كما كان يدرس القراءات، قيل كان يخرج على باب مدرسته ويقول هل من راغب في علم الحديث أو التفسير أو كذا أو كذا، قد أخلصتها من ذمتي، فإذا لم يجب قال خرجت من آفة الكتمان. طيب دكتور، متى توفي ابن مالك؟ توفي سنة 72 و600 من الهجرة على أرجح الروايات، ودفن بسفح جبل قسيون في دمشق. في دمشق، نعم. نعم، إذن دكتور شكري نرحب بك مجددا. من أبرز شيوخ ابن مالك إذن، ومن أبرز تلاميذته؟ أهلا وسهلا، مرحبا بك في قصير، ومرحبا بالدكتور حمدي بخيت. فعلا كما تفضل الدكتور حمدي بخيت بالحديث عن حياة العلامة ابن مالك، فقد عاش فترة قصيرة أو إلى مطلع شبابه في الأندلس، ولذلك نلاحظ أن المصادر أو كتب التراجم لم تذكر شيئا ذا بال عن سيرته في الأندلس قبل هجرته إلى المشرق. فقد شاع عند كثير من أهل العربية أن ابن مالك لا يعرف له شيخ، فقال فيه ابن حيان
ولقد طال فحصي وتنقيري عمن قرأ عليه واستند في العلم عليه، فلم أجد من يذكر لي شيئا من ذلك. ولعله يقصد بذلك شيوخه في الأندلس أساسا. ولكن الواضح أنه أمضى سنية حياته الأولى حتى مطلع شبابه في الأندلس، ويثبت ذلك تلمذته الاثنين من علمائها، هما الأول ثابت بن محمد بن يوسف بن حيان الكلاعي المتوفى سنة 28 و600 للهجرة، الذي أخذ عنه القراءات في جيان. وأما الثاني فهو كما ورد في نفح الطيب أبو المظفر، وقيل أبو الحسن ثابت بن خيار، وقد عرف بابن الطيلسان. أما شيوخ ابن مالك في بلاد الشام فهم كثر، نذكر منهم على سبيل التمثيل للحصر أبو صادق الحسن بن صباح المخزومي المصري الكاتب المتوفى سنة 32 و600 للهجرة، أبو الفضل نجم الدين مكرم بن محمد بن حمزة المسند القرشي الدمشقي المعروف بابن أبي الصقر المتوفى سنة 35 و600 للهجرة، أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي ابن يعيش النحوي الحلبي صاحب كتاب شرح المفصل والمتوفى سنة 43 و600 للهجرة. طيب. الشيخ الوالي هو ابن الحاجب المتوفى سنة 46 و600 للهجرة، وهو صاحب كتابي الكافية في النحو والشافية في الصرف، وسيكون في هذين الكتابين أثر فيما سيأتي من مؤلفات ابن مالك، خاصة في كتابه الكافية الشافية ثم الألفية. محمد بن محمد بن عمرون الحلبي المتوفى سنة 49 و600 للهجرة، وهو تلميذ ابن يعيش. وشيوخه كثر في الحقيقة، لا يتسع الزمن لذكرهم جميعا. أما عن تلاميذه فقد تبوأ ابن مالك مكانة مرموقة في عصره، وصارت له مدرسة علمية تخرج منها عديد النابغين، منهم ابنه محمد بدر الدين المتوفى سنة 86 و600 للهجرة، وقد تكفل بشرح بعض كتبه أي كتب أبيه ومنها الألفية. من تلامذته أيضا الإمام النووي المتوفى سنة 76 و600 للهجرة. كذلك نذكر شرف الدين أبو الحسن علي اليونيني المحدث المعروف، كذلك بهاء الدين أبو عبد الله محمد الحلبي المعروف بابن النحاس النحوي الكبير، نذكر كذلك نصر الدين بن شافع شمس الدين بن جعوان، والقائمة طويلة ما يعكس إشعاع الرجل وأثره الكبير في الحياة الثقافية في عصره وما بعده. نعم دكتور بوركت، نرجو منكم أن تختصر في الأسئلة المقبلة، جزاكم الله خيرا. دكتور حمدي باختصار، إذن ما مذهب ابن مالك العقدي والفقهي والنحوي أيضا، وما أقوال العلماء فيه الأبرز؟ تفضل. نعم. ابن مالك كان من أهل السنة والجماعة في العقيدة، وعندما كان في الأندلس كان مالكي المذهب، وعندما أتى إلى المشرق إلى دمشق صار شافعيا. أما بالنسبة للنحو فجمع بين آراء علماء المدرستين البصرية والكوفية، وأخذ من علماء المدرسة البغدادية، وكانت له آراؤه الخاصة، فهو بغدادي ينزع إلى البصريين كثيرا، وصار من المجتهدين، بل من العلماء من يطلق عليه لفظ أو لقب المجتهد المطلق في النحو. نعم. من الأقوال العلماء كثيرة، نأخذ بعضا منها. قال الإمام الذهبي عنه: ابن مالك الشيخ الإمام العلامة البحر النحوي، إمام أهل العربية واللغة، حجة الأدباء، بقية السلف، وصنف التصانيف وتكاثر عليه الطلبة،
وحاز قصب السبق وصار يضرب به المثل في دقائق النحو وغوامض الصرف وغريب اللغات وأشعار العرب مع الحفظ والذكاء والورع والديانة وحسن السمت والصيانة والتحرير لما ينقله، وكان ذا عقل ورزانة وحياء ووقار وانتصاب الإفادة ودؤاب على المطالعة. نعم، أيضا هذا كان الذهبي، الإمام الذهبي. نعم، ويكفيه ما قاله صحيح. الإمام الذهبي في ذلك قال الصفدي: وأما اللغة فكان إليه المنتهى فيها. أخبرني الشهاب الإمام شهاب الدين أبو الثناء محمود رحمه الله من لفظه قال: جلس يوما وذكر من فرد به صاحب المحكم عن الأزهري في اللغة، يعني صاحب المحكم المحيط في اللغة معجم كبير، والأزهري تهذيب اللغة معجم، يعني قارن بين المعجمين فقال: قلت وهذا أمر معجز، لأنه يريد ينقل الكتابين، قارن بين الأمرين وذكر الفرق بينهما، هذا أمر لا يؤتاه أحد إلا إذا كان ذا باع في العلم. نذهب إلى السيوطي: كان إماما في القراءات وعللها. وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبها والاطلاع على وحشيها. وأما النحو والتصريف فكان فيهما بحرا لا يجارى وحبرا لا يبارى. وأما أشعار العرب التي يستشهد بها على اللغة والنحو فكان الأئمة الأعلام يتحيرون فيه ويتعجبون من أين يأتي بها. طيب دكتور، نعم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإلى آخره من صحيح. هذه الأقوال، وكثير من العلماء قالوا ذلك وأكثر من ذلك. صحيح. من هنا دكتور شكري نريد أن نتعرف على أبرز مؤلفات ابن مالك الأندلسي باختصار، يعني نحاول أن نختصرها في غضون دقيقتين لو تكرمتم. شكرا. ما ذكره الدكتور بخير وما ذكره العلماء في شأن ابن مالك انعكس على إنتاجه الغزير ومؤلفاته الكثيرة التي بلغت 46 كتابا، ويمكن تصنيف هذه الكتب بحسب موضوعاتها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو كتب النحو والصرف، ونجد فيها الكافية الشافية، وهي أرجوزة طويلة تضم نحو 3000 بيت من مزدوج بحر الرجز، اقتبس تسميتها كما قلنا من مقدمتي شيخ ابن الحاجب، واستوعب فيها معظم مسائل النحو والصرف. الكتاب الثاني هو شرح الكافية الشافية، هو شرح للأرجوزة السابقة وما أشكل فيها من مسائل نحوية وصرفية. الكتاب الثالث هو الخلاصة، وهي أرجوزة عدة أبياتها بيتان وألف اشتهرت باسم الألفية، لخص فيها أرجوزته الكبرى الكافية الشافية. وقد شرحها كثير من العلماء منهم المرادي وابن عقيل وابن هشام. الكتاب الموالي هو تسهيل الفوائد وتكبير المقاصد، وقد اعتنى به كثير من العلماء وشرحوه، ومن أشهر شروحه التذهيل والتكميل لأبي حيان الأندلسي، تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدمامين. الكتاب الموالي هو عمدة الحافظ وعدة اللافظ، وهو مختصر يضم أصول النحو. له كتاب أيضا اسمه شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، كذلك شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، وهو تعليقات ومناقشات قيمة لمشكلات الإعراب في صحيح الإمام البخاري، كذلك لامية الأفعال، وهي منظومة لامية في 14 بيت من بحر بسيط. الصنف الثاني من كتبه هو كتب اللغة، ونجد منها الإرشاد في الفرق بين الظاء والضاد، وهي رسالة في ألفاظ متفقة المبنى مختلفة المعنى. ثم نجد أيضا كتاب الاعتماد في نظائر الظاء والضاد، شرح فيه كتابه السابق ورتب ألفاظه على حروف المعجم. كذلك كتاب الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد، كذلك النظم الأوجز فيما يهمز ولا يهمز، ما اختلف إعجامه واتفق إفهامه أيضا. ثم الصنف الثالث من كتبه هو كتب القراءات القرآنية، ونجد فيها
المالكية، وهي قصيدة دارية منسوبة إلى ناظمها ابن مالك على غرار الشاطبية. طيب. كذلك اللامية، وهي قصيدة لامية في القراءات لم يضع لها عنوانا. هذه كانت الأبرز، وسنعود لنفصل إذن، ولكن فلنتوقف الآن قبل تفصيل هذه الكتب. مشاهدينا الكرام، نبقى الآن مع فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع الشاعر الأندلسي لسان الدين الخطيب ذي الوزارتين الأدب والسيف. لسان الدين بن الخطيب هو محمد بن عبد الله الغرناطي الأندلسي، عرف بلقب ذي الوزارتين الأدب والسيف، الشاعر والكاتب المؤرخ والفيلسوف والطبيب. نقشت أشعاره على جدران قصر الحمراء بغرناطة، ومنها ما قال في مدح أحد ملوكها: قسما بالليل وما وسقا، وإيات البدر إذا اتسقا، والنجم الثاقب حين هوى رجما، والصبح إذا انفلقا، وبنور الطور وقد أضحى موسى لجلالته صعقا. لمخايل ملكك تخبرني أن التأبيد لها خلقا. أحييت الدين وقد أودى، وأعدت الملك وقد خلقا. طابت بوجودك أندلس، حسنت بجوارك مرتفقا. إن طاف بها شيطان عدا، يبغي بسمائك مسترقا. أو جاس خلال منازلها، قذفته سعودك فاحترقا. الله تخير يوسف من غرر الأملاك هدى وتقى. كهف لجأ الإسلام له، فعفى وحمى وكفى ووقى. أبني الأنصار لكم شرف، حكم القرآن به نطقا. آووا نصروا أوذوا صبروا، كانوا لرسول الله وقا. حفظوه ببذل النفس كما حفظوا بجفونهم الحدقا. فستملك أرض الروم فما أبقيت بها إلا رمقا. شهب كالشهب إذا قذفت، دهم كالليل إذا غسقا. صفر كالشمس إذا جنحت، حمر قد ألبست الشفقا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إذن في لسان العرب من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع: ابن مالك إمام النحاة وحافظ اللغة. دكتور، وصلنا إلى تفصيل الكتب، ونبدأ بكتاب مهم لابن مالك رحمه الله، الكافية الشافية. نعم. في القرنين، حقيقة في القرنين السادس والسابع الهجريين، حدثت أمور، أو كانت الأمور السياسية غير مستقرة في البلاد العالم الإسلامي. المغول من بلاد من ناحية الشرق، والصليبيون من ناحية الغرب، فكان الناس في حيص بيص، وكانوا يعني الواحد منهم يهتم بتدبير معاشه والدفاع عن بلاده ضد العدو. فكان الناس لا يستطيعون أن يبقوا فترة طويلة لتلقي الأمور العلمية، فهذا ألقى بظلاله على العلماء في أنهم ابتكروا أمراً في أن صاغوا العلوم سواء الشرعية أو اللغوية في منظومات سهلة يسيرة يحفظها طلاب العلم ليتعلموا هذه العلوم، ثم شرحوها بعد ذلك. من هؤلاء ابن مالك الذي صاغ لنا معظم العلوم سواء الكافية الشافية أو الألفية أو غير ذلك. الكافية الشافية يعني تحتوي على 57 و700 و2000 بيت. نعم، من مزدوج الرجز، يعني فعلا كافية شافية. نعم، كافية شافية. كم نعم من الأبيات جمع فيها مسائل النحو والصرف على طريقة المقدمين. نعم، هكذا القدماء كانوا يجمعون النحو والصرف معا. وطريقته في الموضوع بأنه يعني بدأها بمقدمة: قال ابن مالك محمد وقد نوى إفادة بما فيه اجتهد. يريد أن يفيد الناس
بما اجتهد فيه. نعم. وبعد بعد الحمدلة والتصلية يقول: وبعد فالحمد صلاح الألسنة والنفس إن تعدم سناه في سنة، أهمية النحو، به انكشاف حجب المعاني وجلوة المفهوم ذا إذعاني. ويبين أن الكافية الشافية أفادها من عدة كتب وليس من كتاب واحد، ومن يعن طالبه بسبب فهو حرم بنيل كل أربي. جميل. وقد جمعت فيه كتبا جمة مفيدة يعنى بها ذو الهمة. نعم. جميل. موضوع. ثم تكلم عن وهذه أرجوزة مستوفية عن أكثر المصنفات مغنية تكون للمبتدئين تبصرة وتظفر الذي انتهى بالتذكرة أرجوزة إلى آخره. دائما النظم العلمي يكون على بحر الرجز غالبا وهو الأيسر. صحيح. ثم بعد ذلك شرح لنا الكافية الشافية بطريقته المعهودة، وهذا الشرح تميز بعدة سمات نذكر منها: سهولة الأسلوب، توضيح بعض الكلمات التي فيها غموض، شرح بعض الأمثلة التي يذكرها في النظم، التنبيه على اللغات الواردة في بعض الكلمات، التنبيه على الأحكام المقصود بذلك الواجب، المطرد، المشهور، الأشهر، الأحكام. الغالب، أحكام النحوية. النحوية. نعم. صح. هكذا الأحكام النحوية. واللغات تقصد اللغات العربية. اللغات العربية، اللغات يعني اللهجات العربية، لأنه في بعض الأمور فيها أكثر من لهجة، مثل ما الحجازية والتميمية تعمل عند أهل الحجاز عمل ليس ولا تعمل عند أهل التميم. صحيح. فينبه على ذلك. لغات. إن عند تعمل العمل النافية تعمل عمل ليس عند أهل العالية ولا تعمل عند جمهور الجمهور العرب. لغات الأخرى. جمهور لغات العرب. نعم. صحيح. وهكذا. الأمور الأخرى أيضا رعاية حقوق العلماء. نعم. نعم، يدافع عنهم ويمحص أراهم ولا ينسب إليهم شيئا يعني يكره، وهذه من الأمور الجيدة عند ابن مالك. جميل. مراعاة أدب الحديث مع العلماء كذلك. نعم. إلا مع الزمخشري كان ينبه على اعتزالياته من أجل الأمور المعتزلة يعني. نعم. لكن الآخرون كان إن وجد شيئا يجد له مخرجا ولا يعيبه. والاستشهاد بالقراءات القرآنية، الاستشهاد بالحديث الشريف، الدفاع عن القراء، تبرير أمور وقعت منه في النظم، لأنه بعض أحيانا بعض الأشياء تقع في النظم في الشرح يبينها. الاعتداد بالنفس في غير غروف. جميل. نعم. بورك دكتور على هذا الاختصار. إذن نرجو أن تختصر دكتور شكري، بارك الله بكم، في السؤال عن الفرق بين الكافية الشافية التي تحدث عنها قبل لحظات دكتور حمدي، وعن الخلاصة أو الألفية المشهورة. شكرا جزيلا. عطفا على ما قيل نضيفه أن من أكثر مؤلفات ابن مالك شهرة وأوسعها انتشارا ثلاثة هي الكافية الشافية والخلاصة وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، وكل واحد من هذه الأثار يعبر عن مرحلة خاصة من مسيرة ابن مالك العلمية. فأول ما كتب الكافية الشافية، وهي موسوعة شاملة كما أشير إلى ذلك للمعلومات التي جمعها من دراساته الواسعة، وقد نظمها في ما يناهز أكثر من 700,000 بيت، وثم من قال 3,000 بيت. ثم بعدما شرحها انتقى منها ألفيته المشهورة، فجاءت خلاصته تهذيبا تطبيقيا وعملا تربويا يقدم الى الطلاب. يعني دكتور شكري، هذه الالفيه هي الخلاصه من الكافيه الشافيه. من الكافيه الشافيه. نعم. نعم. وجعلت اساسا عملا تربويا يقدم الى الطلاب او يقدم لهم المسائل النحويه دون ان يثقل عليهم بتشعب الاراء. نعم. ويرشدهم الى طرائق استعمال اللغه. نعم. استعمالا صحيحا. نعم. والى التبصر باعرابها. وهذا ما نشاهده الان على الشاشه دكتور، الالفيه شرحها ابن عقيل وابن هشام. نعم. والاشموني ايضا كثير. نعم. شرحها اكثر. نعم. من واحد. نعم. حتى نعم. حتى ابن مالك ايضا. نعم. ابنه تكفل بشرحها ايضا. نعم. فبعد أن نظم ابن مالك الكافية الشافية لنفسه جعل الألفية خلاصة للطلاب، ثم بعد ذلك ألف التسهيل للعلماء. هذا يعني أنه كان موسوعيا وأقام اعتبارا لنفسه وللعلماء وللطلاب، وقد أودع في ألفيته خلاصة الكافية الشافية من نحو وتصريف، وقام كما قلنا بشرحها كثير من العلماء،
وابن مالك قد قرأ ألفية ابن معطن فراقت له، ولكنه وقف على بعض نقائصها فعارضها بأرجوزته الكافية الشافية لتكون أعم منها وأشمل في أحكام النحو وأسراره، منظمة الأبواب، سهلة الاستيعاب. ومن هنا يبدو جليا تقارب المنهج الذي سلكه العالمان كما يظهر تأثر ابن مالك في أرجوزته بابن معطن في ألفيته. وقد قال في آخرها: وما يجمعه وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل، أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. ويبدو التأثر والتأثير بين ابن مالك وابن معطن في ما كتباه هو وجود أبيات بكامل هيئتها وفي نفس موضعها من المنظومتين. كذلك نجد الاستشهاد بآيات القرآن الكريم في النظم، وكذلك اعتمد كل منهما في تقرير القواعد على القراءات المختلفة للقرآن الكريم، كما اعتمد إسناد المذاهب لأصحابها من النحاة والحكم لها أو عليها والتمثيل للأحكام المختلفة. ومراعاة السهولة والقوة. جزاكم الله خير، سأعود إليك مجددا أيضا، ومع الدكتور حمدي نتحدث أيضا باختصار عن تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. يعني اشتهر ابن مالك رحمه الله تعالى بوضع المتون ليحفظها الطلاب، وضع متنا أو وضع نظما اللي هو الكافية الشافية واختصره في الألفية، الألفية نقول للمبتدئين، الكافية الشافية للمتوسطين بالنسبة للمتعلمين، التسهيل للأعلى ممكن للمرحلة الجامعية أو للدراسات العليا في وقتنا الحالي، مرحلة متقدمة من العلم. نعم، يعني من الأمور العلمية. وهو متن نثري، ولذا اهتم كثير من العلماء بشرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، وشرحه هو نفسه شرح هذا المتن، شرح التسهيل، التسهيل ووصل فيه إلى المصادر، وثم شرحه من بعده شرحه أبو حيان شرحا يعني أكمل شرح ابن مالك في التكميل، ثم طلب منه أن يشرح التسهيل كاملا ف جمع شرحه في التذييل فسماه التذييل والتكميل في مجلدات كثيرة، وشرحه أيضا ناظر الجيش، وشرحه المرادي وغير هؤلاء. وفي مقدمة هذا الكتاب يبين أهمية التسهيل وأنه جامع لمسائل النحو والصرف، حيث جمعه أو كتبه في 80 بابا تتضمن 211 فصلا. في مقدمته يقول: هذا كتاب في النحو جعلته بعون الله مستوفيا لأصوله، مستوليا على أبوابه وفصوله، فسميته لذلك تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، فهو جدير بأن يلبي دعوته الألباء ويجتنب منابذته النجباء، ويعترف العارفون برشد المغرى بتحصيله، وتأتلف قلوبهم على تقديمه وتفضيله. فهنا يسير على الطريقة الفاضلية، موضوع السجع في الموضوع السجع في المقدمة. نعم، أقرب للشاعر يعني نثرا. نعم نثرا، لكنه مسجوع، ولكن في التسهيل، في كتابه التسهيل لم يثر على هذه الطريقة في المتن. في المتن نعم، المقدمة صار فيها الطريقة الفاضلية، لكن المتن لأنه متن علمي فصار فيه متنا منضبطا. إذن هو الكتاب يشتمل على النحو والصرف. نعم، لكن للمتقدمين، المتقدمين بلغة عالية. صح. نعم نعم. في دقيقة ونصف إن سمحت تختصر لنا دكتور شكري كتاب شرح عمدة اللافظ الحافظ، عمدة الحافظ وعدة اللافظ. فعلا هذا الكتاب مثل خلاصة تجارب ابن مالك وعصارة تفكيره النحوي، فجاء موجزا شديد الإيجاز، وكان يعرف لذلك بالتنبيهات لقصر عبارته وخلوها من الأمثلة والشواهد، وهو في الأصل متن أعد للطلاب ليحفظوه، ومن هنا أتت تسميته عمدة الحافظ. وقد عمد ابن مالك إلى شرحه وتفسيره وتبسيط عبارته وإسناده بآراء النحويين المتقدمين ومذاهبهم، وقد اعتمد منهجا علميا دقيقا في التفسير والشرح، فكان يفسر كل قاعدة أو حكم على حدة، فإذا ما وضح مراده
شفع ذلك بالشواهد والأمثلة العربية الفصيحة. وقد أحدث بذلك ابن مالك مصطلحات جديدة لم يذكرها المتقدمون من النحاة، منها على سبيل المثال أنه أوجد مصطلح النائب عن الفاعل، وكان النحاة يسمونه المفعول الذي لم يسمى فاعله. وبذلك كان ابن مالك مجددا موسوعيا اشتمل كتابه على جل الموضوعات النحوية والصرفية، وضم بين دفتيه آراء النحاة المتقدمين والمتأخرين ومذاهبهم بأسلوب اتسم بالبساطة والوضوح مشفوعا بالشواهد والأمثلة والحجج، الأمر الذي جعل منهجه أقرب ما يكون إلى المنهج التعليمي الواضح اليسير الذي يستسيغه القارئ ويتقبله المتعلم. ومن السمات البارزة في كتابه أيضا شرح المفردات الغريبة التي تحتاج بيانا، وقد اهتم بالحدود النحوية وأشار إلى المراجع وأراء علماء النحو واللغة إلى آخره من الاستشهادات. نعم، إذن من هنا نأتي إلى كتاب شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح. تفضل دكتور. هذا الكتاب حقيقة من الكتب المهمة جدا من كتب ابن مالك، لأنه يشرح كتابا حديثيا وهو صحيح الإمام البخاري. جميل. هو لا يشرح الكتاب كاملا، وإنما يأخذ الأشياء المشكلة فيه بالذات. يعني الغالب عليه المشكلات في صحيح البخاري التي أتت على خلاف القواعد النحوية التي درج عليها النحويون. وطبعا تلميذه شرف الدين اليونيني الحنبلي رحمه الله تعالى كان قد قام بمقابلة علمية بين نسخ صحيح البخاري، وحضر ابن مالك هذه المقابلة وكان يستمع إلى ما يقرؤون، فإذا ما وردت رواية فيها إشكال نحوي يسأل هل هذه الرواية هكذا، يقولون مثلا لو قالوا نعم يبدأ ويبين أو يخرج هذا الأمر على أمور العربية. وهذه المقابلة تعد من الأمور التحقيقية التي سبق بها علماؤنا القدماء المحققين من الغربيين وغيرهم في العصر الحديث. قال ابن مالك: وكان السماع بحضرة جماعة من الفضلاء ناظرين في نسخ معتمد عليها، فكلما مر بهم لفظ ذو إشكال بينت فيه الصواب وضبط على ما اقتضاه علمي بالعربية، وما افتقر إلى بسط عبارة وإقامة دلالة أخرت أمره إلى جزء أستوفي فيه الكلام، وهو هذا الكتاب. نعم. طبعا هذا الكتاب نستطيع أن نقول بأنه يعني استشهد فيه بكثير من الشواهد القرآنية والحديثية ومنظوم كلام العربي ومنثوره. جميل. ووجه إعرابه في 180 حديثا. المسائل بلغت مسائل الكتاب 160 مسألة. يعني النحو فيها 149 مسألة. الصرف 7 مسائل. اللغة والتفسير 4 مسائل. نعم، في جلها نحو يعني. نعم. جلها نحو. نعم. صح. وقع الكتاب له مقدمة، ليس له مقدمة تبين أمره، وليس له أبواب وفصول، وإنما تبع للمجالس، لأن المقابلات كانت في 71 مجلسا. نعم. فقل ومنها قلت ومنها قلت. هكذا الكتاب. نعم. هكذا. نعم. في آخر دقيقة لو سمحت دكتور شكري أن تختصر لنا الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد. تفضل. في الحقيقة هذه مشكلة لسانية نتجت عن اختلاط العربي بالكثير من الأمم الأخرى، ونتج عنها فساد الألسنة في النطق بالضاد وتفصيلها أو تفريقها من الظاء وصعوبة إخراجها، وهي مشكلة لغوية أساسا برزت في الكتابة عند كثير ممن ألف كتبا من الأدباء والمترجمين الذين أسهموا في تدوين اللغة العربية ونقل التراث الأمم الأخرى إليها، فخلطوا بين الحرفين. والواقع أن كتبا كثيرة كتبت في هذا الشأن، التفريق بين الظاء والضاد، قبل ابن مالك وبعده. وفي هذا الإطار لم يخرج ابن مالك عنه، فكان وهو الحريص على سلامة اللغة العربية وحمايتها، خاصة أنه تغلب عليه النزعة التعليمية، فكتب في التفريق بين الظاء والضاد كتابه الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد، وهو عبارة
عن قصيدة غائية من البحر البسيط تشتمل على 62 بيتا ضمنها ابن مالك ضوابط مميزة للظائي من الظائي، مع شرح لهذه القصيدة وإيضاح مراميها بأسلوب جديد لم يسبق إلى مثله. جميل، وهناك كتب مؤلفة كثيرة في هذا الباب، ونكتفي بهذا القدر. نشكرك الشكر الجزيل. في ختام فقرة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع نشكر ضيفنا عبر سكايب من تونس دكتور شكري الشريف، الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للغات التطبيقية في باجة. شكرا جزيلا لكم دكتور. حياكم الله. شكرا جزيلا. وحياكم. أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع وقفة قصيرة وفقرة من الذاكرة، عنوان هذا الأسبوع الإمام ابن مالك وأسماء الشرط. كيف فاتني أن أعرف ما أسماء الشرط؟ أهي كثيرة يا ترى؟ جماعتي 10 أسماء فقط، ها أنا ذا أذكرها لك: من، ما، مهما، أي، كيفما، متى، أيان، أينما، أن، حيثما. هل حفظتها يا أستاذ؟ وهل يمكن للإنسان أن يحفظها بهذه السرعة؟ سأسهل عليك الأمر يا سيدي. اسمع هذين البيتين من الشعر، فقد جمع فيهما ابن مالك كل أسماء الشرط. يقول ابن مالك في ألفيته الشعرية: واجزم بإن ومن وما ومهما، أي متى أيان أين إذما، وحيثما أن وحرف إذما، كإن وباقي الأدوات أسمى. رحم الله ابن مالك وأحسن إليه، كم بذل من جهد حتى استطاع يجمع كل أسماء الشرط في بيتين. أغفل ذكر إذا، وهي اسم شرط غير جازم. حياكم الله مشاهدينا الكرام. إذن في البيان القرآني، وما زلنا في أسباب الاختلاف عند اختلاف العلماء عند ابن السيد البطليوسي، نحن في الجزء الثالث، ونبدأ من قوله تعالى: ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، في سورة البقرة. هنا سؤال دكتور، لماذا أو على ما وقع النهي في هذه الآية: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللغة العربية لها دلالتها ولها وقعها، والذي يريد أن يفهم كتاب الله عز وجل لابد أن يتعلم العربية تعلما يجعله يفهم كتاب الله عز وجل. قال ابن السيد: ومن طريف المجاز العارض، من طريق التركيب، إيقاعهم أدوات المعاني على السبب ومرادهم المسبب تارة، وتارة يوقعونها على المسبب ومرادهم السبب. وإنما يفعلون هذا لتعلق أحدهما بالآخر. مثال الأول وقوله تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أوقع النهي على الموت في اللفظ، والموت ليس بفعل لهم، الأصل الموت واقع عليهم ولا يفعلون الموت فيصح نهيهم عنه، وإنما نهاهم عن مفارقة الإسلام. فمعنى الآية: لا تفارقوا الإسلام حتى تموتوا عليه. فأوقع النهي على الموت لأنه السبب الذي من أجل توقعه وخوفه يلزم الإنسان أن يستعد لوروده ويتأهب له في صالح عمله. أيضا من قوله تعالى مشاهدينا الكرام في هذا السياق: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، في سورة المدثر. على ما وقع أيضا هنا النفي في هذه الآية دكتور؟ نعم. ابن السيد يوضح هذا ويقول: ليس المراد إثبات شفاعة غير نافعة، لأنه لا شفاعة هناك في الحقيقة، بدليل قوله تعالى: فما لنا من شافعين
ولا صديق حميم. فأوقع النفي على المنفعة التي هي المسبب، ومراده تعالى الشفاعة التي هي السبب. فكأنه قال: فما تكون شفاعة فتكون منفعة. ونحوه قوله: قولك ما نفعني كلام زيد. فهذا كلام يحتمل معنيين: أن تريد إثبات الكلام ونفي المنفعة وحدها، وأن تريد نفيهما معا، أي لم يكن منه كلام فتكون منفعة إلى آخره. نعم. ومن هذا قول العرب: لا أرينك ها هنا، أي لا تكونن ها هنا فإني أراك. فالمراد بالنفي بالنهي الكون. نعم. للرؤية. نذكر إذن بالعنوان لكي يظهر على الشاشة من أسباب الاختلاف، اختلاف العلماء عند ابن السيد البطليوسي، الجزء الثالث. إذن في قوله تعالى: أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، في سورة نوح في الآيتان الثالثة والرابعة. ما معنى التأخير دكتور في هذه الآية؟ طبعا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا أمر قطعي صحيح. ابن السيد هنا يفسر القرآن بالقرآن. يقول: وجدنا هذه الآية المبهامة المجملة شرحتها آية واضحة مفصلة كفتنا التأويل ولم تحوجنا إلى طلب الدليل، وهي قوله تعالى في أول سورة هود: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. نعم. فدلت هذه الآية على أنه إنما أراد بتأخير الأجل التمتيع الحسن. نعم. لأن التمتيع الحسن يجتمع فيه الغنى والسلامة من الآفات والعز والذكر الحسن، والعرب تسمي هذه الأشياء كلها زيادة في العمر، وتسمي أضدادها وخلافها نقصانا من العمر. هكذا. نعم. نعم. إذن نواصل أيضا فيما تبقى من الوقت في البيان القرآني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا في سورة الأنفال. بينما قال جل وعلا في سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. ما المقصود بالحياة والموت في كلتا الآيتين دكتور؟ هنا ابن السيد يذكر الألفاظ أو المعاني المختلفة للحياة والموت. نعم. يقول: الحياة والموت لفظتان مشتركتان مستعملتان في اللغة العربية على 13 وجها. نعم. أحدها الوجود والعدم، والثاني مقارنة النفس الحيوانية الأجسام ومفارقتها إياها، والثالث العز والذل، والرابع الغنى والفخر، والخامس الهدى والضلال، والسادس الجهل والعلم، والسابع الحركة والسكون، والثامن الخصب والجد، والتاسع اليقظة والنوم، والعاشر اشتعال النار وخمودها، والحادي عشر المحبة والبغضاء، والثاني عشر الرطوبة واليبس، والثالث عشر الرجاء والخوف. ثم قال: وأما ما يراد به الهدى والضلال والعلم والجهل فكقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكقوله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه، المعنى: أو من كان ضالا فهديناه وجاهلا فعلمناه. جميل. نعم. نعم. في زاد المسير لما يحييكم يقول فيه ستة أقوال، أحدها أن الذي يحييكم كل ما يدعو الرسول إليه. نعم. وهو معنى قول أبي صالح عن ابن عباس. أيضا الثاني أنه الحق، الثالث أنه الإيمان، الرابع أنه اتباع القرآن، الخامس أنه الجهاد، السادس إحياء أمورهم. فيخرج في إحيائهم خمسة أقوال. جميل. إصلاح أمورهم في الدنيا والآخرة، بقاء الذكر الجميل لهم في الدنيا وحياة الأبد في الآخرة، أن دوام نعيمهم في الآخرة، أنه كونهم مؤمنين، لأن الكثرة تبين يعني إلى آخره من هذه الأقوال. في آخر نصف دقيقة إذن في قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به،
يحاسبكم به. إذن هذا في سورة البقرة. السؤال، هل الآية هذه الآية هل هي عامة دكتور أم يعني مخصصة خاصة؟ هذه الآية في الراجح من أقوال العلماء أنها آية محكمة وهي عامة، خصصها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال ابن عطية في معنى الآية مما هو في وسعكم وتحت كسبكم، وذلك استصحاب المعتقد والفكر فيه. فلما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطر أشفق الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فبين الله تعالى لهم ما أراد بالآية الأولى وخصصها ونص على حكمه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. والخواطر ليست هي ولا دفعها في الوسع، بل هو أمر غالب وليست مما يكسب ولا يكتسب، وكان في هذا البيان فرجهم وكشف كربهم. جزاكم الله خيرا. إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية. بارك الله فيكم أستاذنا. فيكم وجزاكم الله خيرا. وإياكم. ومسك الختام مشاهدينا سيكون مع فقرة سيرة عالم اخترنا لكم هذا الأسبوع، ابن مالك إمام النحاة وحافظ اللغة، في رعاية الله. ابن مالك الأندلسي صاحب الألفية هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي، لقب بجمال الدين وعرف بابن مالك، عالم لغوي كبير وأعظم نحوي في القرن السابع الهجري. ولد بالأندلس سنة 600 للهجرة، هاجر إلى دمشق ثم حلب ثم رحل إلى حماة وفيها ألف ألفيته المشهورة، ثم غادرها إلى القاهرة واتصل بعلمائها وشيوخها، ثم عاد إلى دمشق واستقر بها حتى وفاته. تصدر حلقات العلم وشدت إليه الرحال، والتف حوله طلاب العلم بعد أن صار إماماً في القراءات وعللها، متبحراً في علوم العربية، متمكناً في النحو والصرف لا يباريه فيهما أحد، حافظاً لأشعار العرب التي يستشهد بها في اللغة والنحو. قال عنه الذهبي: صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية وحاز قصب السبق وأربى على المتقدمين. كان ابن مالك غزير الإنتاج، ومن أشهر كتبه الكافية الشافية، وهي أرجوزة طويلة في قواعد النحو والصرف. الألفية وهي منظومة تقع في نحو ألف بيت من الرجز، أودع فيها ابن مالك خلاصة الكافية الشافية من نحو وتصريف، وشرحها كثير من العلماء منهم ابن عقيل وابن هشام في كتابه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وتكميل المقاصد في قواعد النحو. وله أيضا لامية الأفعال، وله في الحديث كتاب شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح، وهو شروح نحوية لنحو 100 حديث من صحيح البخاري. توفي الإمام ابن مالك رحمه الله بدمشق سنة 72 و600 للهجرة.